في فريقين يعني يعطيهم الصحة وكان الماكسيموم تاعهم، كان فيها طابع فردي، كان فيها طابع محبوب، كانت فيها كما يقولوا حنايا روح قتالية كبيرة من الطرفين يعني. لكن اليوم احنا لاعبين يعطيهم الصحة، ما استصغروش الخصم مالغريم يلعبوا في جانسوار، بصح لعبنا كونتر فريق الاتحاد العباس وهما لعبوا كونتر فريق العيد التونسي، يعني فريقين كبار بزوج تأهل لنا يعطينا الصحة. بس بون كوراج بور بور الشامبيون تاعهم، وكيما يقولوا حنايا لحد الساعه رانا تقدر تقول ماشيين دون لا بون، مادام اننا ما نونكيسيوش لما ظن هذه كاتريوم سيكيم ماتش اللي ما نونكيسيوش فيه مقارنه من قبل ورانا نسجلوا على ما اظن هذه الواحد تفرحنا. الحمد لله الانصار تاعنا يعطيهم الصحه هذا التعاون نعطيه لهم ليهم، نتمناو ان شاء الله بربي دوك نطويو صفحه لاكوب، نطويو تفكير على لاكوب. الان نبداو نفكروا في البطوله ان شاء الله بربي، اليوم ثلاثه نتفقوا سعيده باش ان شاء الله بربي نحضروا المقابله تاعنا في اريحيه ان شاء الله مليحه، وما طون باش نبقاو في نفس الريتم هذا الحيويه النفسيه هذه. الانصار يعطيهم الصحه.